أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها صدق الله العلي العظيم. لا نرى فخرا بذاك لحيدر بل الكعبة العلياء حل بها الفخر فإن فؤاد المرء مفخر صدره وليس افتخار القلب أن ضمه الصدر. اللهم صل على محمد وآل محمد. سؤال: ما السر في ذلك؟ في ماذا؟ مولد سيدنا ومولانا إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في جوف الكعبة وبتلك الطريقة التي لا نظير لها أن ينشق جدار الكعبة في هذه الزاوية التي كانت السيدة فاطمة بنت أسد سلام الله عليها واقفة عنده بمقدار أن تدخل ثم يرجع الجدار كما كان وبعد 3 أيام نفس المكان ينخرق وينشق حتى تخرج السيدة وهي تحمل نور الله فيرجع الجدار كما كان. طبعا تعلمون هذه القضية
من القضايا التي تعد من الفضائل المسلمة المفروع عنها، تواترت الأخبار والآثار عنها. أنا لا أقول تواترت، أحد عاظم محدثي العامة لعله عند العامة في أصحاب الكتب الروائية الروايات التي نقلها لعله ثالث أو رابع شخصية عندهم على الإطلاق على مر الدهور، وهو الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين. هذا عندهم شخصية مرموقة جدا، يعني بعد البخاري ومسلم إما هو الثالث أو لعله غيره يكون الثالث هو الرابع من الشخصيات من الدرجة الأولى في هذا المجال عندهم. طبعا يقول في كتاب المستدرك على الصحيحين المجلد الثالث صفحة 483 يقول: فقد تواترت، هذه عندما أقول أنا تواترت، أنا لا أقول، طبعا عندنا القضية بديهية أصلا من أبده البديهيات عندنا، ولكن عندهم هكذا يقول. طبعا الحاكم النيسابوري شخصية قديمة جدا، ولادته كانت في أيام الغيبة الصغرى، يعني قبل أكثر من 1100 سنة، هو في القرن الرابع 321 لعله ولادته كانت. يقول: فقد تواترت، وهو يعلم معنى تواترت، حديث واحد لا يقال له متواتر حتى لو كان صحيحا، حديثان ثلاثة أربعة خمسة هذه لا يقال لها تواترت، يلزم أن تكون أحاديث كثيرة. فقد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في جوف الكعبة. الحافظ الكندي الشافعي في كتاب الكفاية ينقل بطريقه عن الحاكم النيسابوري أيضا أنه قال: ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما بمكة في بيت الله الحرام ليلة الجمعة 13 ليلة خلت من رجب 30 من عام الفيل، ولم يولد قبله ولا بعده مولود في بيت الله الحرام سواه إكراما له بذلك وإجلالا لمحله في التعظيم. هذه القضية طبعا، وغيره طبعا، هذا كمثال أقول الحاكم النيسابوري، وإلا غيره أيضا ذكر هذا الشيء. أصلا هذه الكلمة ما ولد في بيت الله الحرام قبله ولا بعده أحد، هذه الكلمة كلمة مشهورة أصلا، يعني يستخدمون نفس العبارة. القضية واضحة جدا. وهذه القضية نقلها الأوائل السيد الحميري ولد في القرن الأول الهجري، آخر القرن الأول الهجري، سنة 100 بالضبط، البعض يقولون ولد سنة 105، على أي حال إما آخر السنة الأولى القرن الأول الهجري أو بدايات القرن الثاني الهجري. السيد الحميري رضوان الله تعالى عليه، طبعا جلالة قدر هذا الشاعر واضحة، يقال أنه لا يوجد في الجاهلية وبعد الإسلام شاعر
لا يوجد شاعر لا في الجاهلية لا بعد الإسلام له أشعار ككمية طبعا بمقدار 3 شعراء، أحدهم السيد الحميري في الجاهلية وبعد الإسلام. إنسان غريب، طبعا أشعاره بمستوى عالية جدا وراقية. وأكثر أشعاره وقصائده في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. شخصية مرموقة جدا عند العرب كلهم باعتبار أنه شاعر في الدرجة الأولى، حتى عند العامة أيضا يعتبر شخصية مرموقة. عالم كبير يقول، يعني هذه القضية من ذلك الوقت، يقول: ولدته في حرم الإله وأمنه والبيت حيث فناؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة طابت وطاب وليدها والمولد. اللهم صل على محمد وعلى في ليلة غابت نحوس نجومها وبدت مع القمر المنير الأسعد، ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد. طبعا الأبيات كثيرة، الرواة في هذا المجال الكلام أن القضية قضية واضحة، إنما سؤالنا ما هو السر في ذلك؟ لماذا يولد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بهذه الطريقة الإعجازية في الكعبة المشرفة ولا يولد غيره فيها؟ ما هو السبب؟ هناك أسباب إذا دقق الإنسان، راجع الإنسان الروايات الشريفة، يكتشف أسباب وأسباب. كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نور. أذكر لكم سببين. السبب الأول، هناك ارتباط وثيق بين الأشياء في هذا الكون، لا يوجد شيء صدفة. كما يقول البعض أن الصدفة من المحالات، شيء صدفة بدون سبب هذا خلاف البداهة العقلية، أصلا معلول بدون علة غير ممكن. حرارة بدون سبب وجود حرارة غير ممكن. برودة بدون سبب وجود برودة غير ممكن. البرودة لها سبب، الحرارة لها سبب، العلو له سبب، الدنو له سبب، كل شيء له سبب. الأشياء مترابطة بعضها ببعض. الارتباط الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذا الكون ارتباط دقيق جدا فيما يرتبط بأوليائه وفيما يرتبط بصورة خاصة بأنبيائه وأوصياء أنبيائه وفيما يرتبط بصورة أخص برسول الله وآل الرسول صلوات الله عليهم أجمعين، صلوا عليهم أجمعين. القضية تكون بدقة متناهية، منتهى الدقة. هذه الكعبة المشرفة كبناء، هذه الكعبة المشرفة كقبلة، شيئان.
الكعبة المشرفة كبناء، كانت هذه الكعبة المشرفة كانت مليئة بالشرك، مركز الشرك العالم كانت هذه الكعبة. الأصنام أين كانت؟ كبار الأصنام أين كانت؟ داخل الكعبة أو على الكعبة؟ داخل الكعبة مليء بالأصنام، على الكعبة أيضا توجد أصنام. الكعبة كبناء صارت مركزا للشرك بالله عز وجل، هذا كبناء. من الذي يطهر هذه الكعبة من الشرك؟ هو الذي أقول قضايا، القضايا المرتبطة بأهل البيت جعلها الله سبحانه وتعالى بمنتهى الدقة. الذي يطهر هذه الكعبة من الشرك، هذه الكعبة كبناء من الشرك، وهذا التطهير هو التطهير الأساسي لهذا البناء كبناء، هو الذي يولد في هذه الكعبة. أقرأ لكم عبارة للآلوسي. الآلوسي أحد كبار مفسري العامة، عنده كتاب شرح قصيدة عبد الباقي العمري، هذه القصيدة المشهورة في شأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا عبد الباقي العمري اسمه عليه، هو من نسل عمر بن الخطاب، وكان على مذهب آخر. ولكن حسب ما كتبوا عنه، أنا لا أقول راجعوا، هذا ما كتبوا عنه، ولكن أكثر القصائد، أكثر هو عنده قصائد كثيرة في مدح مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وليست له ولا قصيدة واحدة في مدح جده، هذا ما كتبوا عنه. عنده قصيدة جميلة جدا ورائعة جدا، قصيدة مشهورة، أنت العلي الذي فوق العلا رفع، هذا إشارة إلى هذا الموضوع، أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، قصيدة رائعة جدا جميلة جدا. الآلوسي عنده، صاحب التفسير الكبير من كبار مفسري العامة، له شرح على هذه القصيدة، كتاب لا أتذكر اسم الكتاب، اسم الكتاب غريب، ما كتبت نعم، سرح الخريدة الغيبية في شرح القصيدة العينية، اسم الكتاب، كتاب للآلوسي، السيد محمود الآلوسي، يقول في شرح هذا البيت الأول لعله من القصيدة، يقول: وكون الأمير، يعني الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كرم الله وجهه، ولد في البيت أمر مشهور في الدنيا، وذكر في كتب الفريقين السنة والشيعة الآن. يقول: ولم يشتهر وضع غيره كرم الله وجهه كما اشتهر وضعه، بل لم تتفق الكلمة عليه. ثم يقول، هذا شاهد كلامي: وما أحرى بإمام الأئمة، يعني أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. طبعا آلوسي في عالم آخر، من مذهب آخر، لا علينا بمذهبه، ولكن كلامه جميل. وما أحرى بإمام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أن يكون
وضعه يعني مولده فيما هو قبل للمؤمنين، وسبحان من يضع الأشياء في مواضعها وهو أحكم الحاكمين. لما دعاك الله قدما لأن تولد في البيت فلبيته، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الله دعاه فلبى هذه الدعوة. شكرت من بين قريش بأن، هذه من قصيدة للسيد رضا الهندي رضوان الله تعالى عليه، شكرت من بين قريش بأن طهرت من أصنامهم بيته. المطهر لهذه الكعبة كبناء هو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وطهره الطهارة الأخيرة. خلاص الكعبة كبناء ما بقيت موطنا للشرك. كما أن الكعبة كقبلة لا كبناء، كقبلة من الذي يطهرها ومن الذي طهرها من الشرك؟ إخواني أنا لا أقول، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله تقول، أحاديث أهل البيت تقول، أحاديث رسول الله عند الخاصة والعامة، الشرك في المسلمين من الناحية الظاهرية ذهب، ولا لا، واقع الشرك موجود في المسلمين. أنا لا أقول، رسول الله يقول، هم يقولون، الروايات التي ينقلونها هم عن رسول الله، واقع الشرك ما ولا رسول الله صلى الله عليه وآله كانت مهمته أن يزيل الشرك عن ظاهر الأمة وأزالها، أدى واجبه أفضل أداء. ولكن من الذي أزال واقع الشرك؟ لا أريد أن أذكر أمثلة، الواقع مأساوي، واقع المسلمين مأساوي، في العقيدة مأساوي، عقيدتهم بالله عقيدة مأساوية، يظهرون الشهادة بالتوحيد ولكن أين التوحيد؟ الذي أزال واقع الشرك، هذه القبلة التي يصلون إليها قبلة، يقولون نشهد أن لا إله إلا الله، ولكن واقع هذا الشرك من الذي أزاله؟ ما أزال واقع هذا الشرك إلا سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا السبب الأول. السبب الثاني، لماذا يولد مولانا وسيدنا أمير المؤمنين في جوف الكعبة؟ ما السر من ذلك في ذلك؟ الله سبحانه وتعالى خلاصة القضية، وهذه القضية لها جوانب، عشرات الجوانب، لا مئات الجوانب، قضية منتشرة في شتى المواضع. الله سبحانه وتعالى ربط كل شيء له قيمة له أهمية، ربط كل هذه الأشياء بمحمد وآل محمد. ابحث أي شيء في الدين ناهيك عن الأشياء الكونية التي ربطها بالمعصومين عليهم الصلاة والسلام، ناهيك عن الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى من أنوار أهل البيت. القضايا التكوينية اجعلها في جانب، القضايا الدينية جعلها الله سبحانه وتعالى مرتبطة ارتباطا وثيقا بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، شيء لا ينفك عن الدين، لا أصلا هم الدين. خلاصة القضية، الكعبة المشرفة
الله سبحانه وتعالى اختارها. قد نرى تقلب وجهك في السماء. رسول الله كان ينتظر، رسول الله يعلم. الله سبحانه وتعالى خلق رسول الله نبيا، خلق منذ أن خلقه وآدم بين الماء والطين. النبي يعلم كل شيء، ولكن ينتظر، يقلب وجهه في السماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء. ما الذي تنتظره يا رسول الله؟ نعطيك فلنولينك قبلة ترضاها. ما الذي كان يتوقع رسول الله؟ ما الذي كان ينتظره رسول الله؟ إلهي، هذه القبلة، هذه الكعبة التي تريد أن تجعلها قبلة للمسلمين، جاهزة، خلاص الشرط موجود، أن ترتبط هذه الكعبة كقبلة لا كبناء، ترتبط هذه الكعبة بأمير المؤمنين، ارتباط موجود. الله سبحانه وتعالى يريد، أراد بذلك، أن يعني ضمن ما أراده الله سبحانه وتعالى، أن يجعل كل المسلمين، شاءوا أم أبوا، رضوا أم لم يرضوا، أنكروا أم قبلوا، أن تكون عباداتهم، العديد من عباداتهم، أن تكون صلاتهم وهي أساس العبادات، أن تكون كل هذه الأعمال إلى مولد علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. القضية مني ومن غيري، نحن لا نعرف أن نرتب الأمور، الله سبحانه وتعالى يعرف كيف يرتب الأمور. كعبة الإسلام، قبلة الإسلام وهي الكعبة، يلزم أن تكون مرتبطة. لا يمكن أن تكون هذه القضية الكبيرة، القبلة شيء مهم جدا في كل الأديان، قبلة المسلمين تكون غير مرتبطة بأهل البيت، لا يمكن، هذه ليست قبلة. جعل الله سبحانه وتعالى مولد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في جوف الكعبة. عندما أقول لكم الله سبحانه وتعالى ربط الأشياء كلها بأهل البيت، الأشياء الهامة، هذا مجال واسع. قبل أن أقرأ لكم حديث شريف وأنهي بهذا الحديث الشريف حديثي كلامي، هذا الحديث طبعا في الكافية الشريف، أنقل لكم مقاطع من، أقرأ لكم أبيات، هذه الأبيات لعلكم سمعتموها مني من غيري، أبيات جميلة لشاعر عالم يقول: آنست نفسي من الكعبة نور، مثلما آنس موسى نار طور. عندما أقول لكم هذا الشاعر عالم يعرف ارتباط الأشياء بعضها ببعض، آنست نفسي من الكعبة نور، كيفية هذا الأنس مثلما آنس موسى نار طور. موسى أنسه بنار طور ماذا كان؟ لأي شيء كان؟ هو يحب النار؟ لا، أنس القبلة، النار كانت قبلة، كان موطن توجه موسى إلى الله سبحانه وتعالى. آنست نفسي من الكعبة نور مثلما آنس موسى نار طور. متى صار هذا؟ هذا الأنس؟ يوم غش الملأ الأعلى سرور، قرع السمع نداء كندا شاطئ الوادي طوى من حرمي، ولدت شمس الضحى بدر التمام، فانجلت عنا دياجير الظلام، نادي يا بشراكم هذا غلام، وجهه فلقة بدر يهتدى بسنا أنواره في الظلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الرواية الشريفة
الأشياء التي ترتبط بالله سبحانه وتعالى يلزم أن ترتبط بأهل البيت، الله عز وجل ربطها أمور كثيرة. عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام في قول الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم. يعني ماذا آسفونا؟ يعني آسفوا الله عز وجل؟ أحد يتمكن أن يفعل ذلك؟ فقال الإمام عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لا يأسف كأسفنا. أنا أسف على شيء؟ الله عز وجل يأسف على شيء؟ حاشا لله. إن الله عز وجل لا يأسف كأسفنا. إذن فلما آسفونا يعني ماذا؟ ولكنه، الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون، وهم مخلوقون مربوبون، فجعل رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط نفسه. إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. الله عز وجل ما عنده رضا وغضب، الله عز وجل لا يأسف. خلق أولياء له ربط قلوبهم ارتباطا ربطا كاملا بإرادته عز وجل، ثم جعل أسفهم أسفه، جعل رضاهم رضاه، جعل سخطهم سخطه، فجعل رضاهم رضا نفسه. رضى الله، الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء يقول: رضى الله رضانا أهل البيت. اللهم صل على محمد وعلى آله. فجعل رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط نفسه، لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه. الله أكبر من هذه كلمة الأدلاء. وهذه الكلمة تعلمون وردت في نصوص عديدة. أهل البيت هم الأدلاء على الله. هذه الكلمة جدا كبيرة، تحتاج إلى تفسير أصلا، لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه، فلذلك صاروا كذلك. الآن يقول بقية الحديث الشريف فيه تفصيل أيضا. الله سبحانه وتعالى ربط كل شيء فيما يرتبط به، ربطه بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الكعبة المشرفة ليست خارج عن هذه الدائرة. أبارك لكم الذكرى السعيدة العطرة المباركة الميمونة لميلاد سيدنا ومولانا إمام المتقين يعسوب الدين قائد الغر المحجلين سيد الوصيين نفس رسول الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق أمير المؤمنين، أسأل الله سبحانه وتعالى بفرحة رسول الله بمولد أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أتم فرحة رسول الله بتعجيل فرج حفيده صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر من آل محمد. اللهم بفرحة رسول الله صلى الله عليه وآله فرح قلوب المؤمنين بفرجه الشريف. اللهم بفرحة رسول الله صلى الله عليه وآله فرح قلوب المؤمنين بغفران ذنوبهم. اللهم فرح قلوب المؤمنين ببركة فرحة النبي صلى الله عليه وآله بقضاء حوائجهم الدنيوية والأخروية. ولا تفرق اللهم بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. إنك على كل شيء قدير وأنت مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر الله
الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أمير المؤمنين